أبو بكر علي أبو بكر الشريف محامي. المكان اللي احنا فيه هذا سجن إدارة الاستخبارات العسكرية بطرابلس سابقا. المكان هذا لي فيه تجربة مريعة سنة 84، اعتقلت ليلا وأحضروني لهذا المكان مقيد مغمى العينين مربوط العينين، وأودعوني في زنزانة. أتذكر أن بعدين عرفت رقمها 24. طبعا الزنزانة هذه ضيقة فيها سرير اسمنتي وسادة من الاسمنت، يعني من أول ليلة أتذكر في بنغازي كانت ليلة حفلة صاخبة من التعذيب عن طريق الضرب، الفلقة، صندوق الاعتراف، الكهرباء، إلى أن أغمي علي. صحيت من باكر يعني. وطبعا هذه الحفلات أسف أن أصور أن نقول أنها حفلة تعذيب، لأن هي فعلا بالنسبة لهم هم كهمج وجلدين كانوا نوع ساديين. التعذيب كان يتكرر كلما التحقيق وقف في نقطة معينة. لما يقف هم كانوا يستجبوا في العادة في المساء، فكانوا يوصوا بالشخص أنه يعذب تلك الليلة. يعني عشرات خلال 3 أشهر 90 يوم كانت عشرات المرات. طبعا أنا أثار السياط موجودة على كتافي وعلى ظهري للآن، يعني رغم أنها هي 30 سنة، لكن هذه الأثار باقية. واحد ضربني بعصا يعني بالرأس من دع العصا هني، وبعدين ضربت فيهني طبعا. فطبعا تعبت عيني، ما جابوليش دكتور وشفيت. بعدين عرفت أني نفسي صار لي انفصال في النظر، إما نشوف باليمين أو نشوف باليسار. طبعا القوة ركزت باليمين لأن هذه مضروبة أخف يعني. فطبعا عيني هذه فقدت أنني نرى بعيني التنتين إلى الآن. وطبعا احنا كنا حتى كان شعورنا بالوقت شعور غير شكل، الآن في إضاءة على فكرة، لأن المكان مقصوف ومفتوح. المكان هذا كان مكان مظلم، عبارة على إنارة نيون بسيطة جدا، والقاطع اللي كنا احنا موجودين فيه هذا كان مكان مظلم، فما يعني حتى ضوء الشمس ما شفناه شيء. انك انت تمشي الحمام الصبح خلاص لليوم الثاني، ولازم انك انت تكيف حاجتك البشرية انك انت في ساعة معينة في وقت معين، ومش خليك طبعا على راحتك. طبعا بدون استعمال الماء، ما فيش غسيل 4 أشهر وشوية. الملابس نفس الملابس اللي جيت بها اعتقلت بها هي اللي رجعت بها لبيتي. كان الأكل سيء للغاية، أو ما فيش بالأحرى ما فيش أكل، لأنني خلال الفترة لما طلعت من المكان هذا كنت شخص آخر. فقدت حوالي 18 أو 20 كيلو من وزني، يدوبك أنني نمشي على الأرض. طبعا أسعد حالات السجين النوم، لأن في النوم تأتي الأحلام، حرية، ممكن تجيك والدك أمك كذا، واحد تتخيلي. لكن أقسى لحظات السجن أنك أنت لما تصبح تلقى روحك في الزنزانة.